بإرث ملؤه التسامح والعطاء تمضي الإمارات وهي تعيش أبهى أيامها الريادية، تحتفل بيوبيلها الذهبي، وقد تصدرت مؤشرات عالمية كثيرة تبدأ بالمعرفة والعلوم ولا تنتهي باحترام الإنسان وتوفير احتياجاته المادية والنفسية. نهج تقوم عليه البلاد منذ 50 عاما يتضمن الكثير من المبادرات التاريخية والجهود الاستثنائية، ثقافة أخلاقية يدعمها التزام سياسي واضح بترسيخ الأخوة الإنسانية، تضمنته على نحو صريح وثيقة توجهات الإمارات لل50 سنة المقبلة. في المبدأ 8 من الوثيقة نص يؤكد أن منظومة القيم في الدولة ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، تحفظ الحقوق والكرامة البشرية، تحترم الثقافات والهوية الوطنية، وعبر سياساتها الخارجية ستبقى الإمارات داعمة لكل المبادرات والتعهدات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوة الإنسانية. مبادئ وأفعال لا يكاد يوم يمر إلا ويجني العالم من ثمارها. أكثر من 40,000 أجنبي وأفغاني أجلتهم الإمارات منذ مطلع أغسطس الماضي، آلاف العائلات الأفغانية تستضيفهم الإمارات حاليا، نساء وأطفال يلقون الرعاية والدعم اللازمين لحياة كريمة وخيرة وهم يتحضرون للذهاب إلى دولة ثالثة. رسالة تؤكد أن الإمارات رمز للعون والنجدة ومصدر إلهام في العمل الإنساني. جهود استثنائية لاقت الثناء والإكبار من قادة دول العالم، في مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن. فيما يخص دعمها لمواجهة جائحة كورونا، تواصل الإمارات تجسيد مفهوم الأخوة الإنسانية من خلال تقديمها العون للعديد من الدول، حيث أرسلت نحو 2250 طنا من المساعدات الطبية إلى 136 دولة. جهود لم تتوقف عند إرسال الطائرات، بل دعمت الإمارات وشاركت في كل تحرك دولي جماعي يتصدى للجائحة. وفي ترجمة لوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية على أرض الواقع، تتواصل الجهود لإنشاء بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، بيت من المقرر افتتاحه عام 2022، يضم كنيسة ومسجدا وكنيسا تحت سقف صرح واحد ليشكل للمرة الأولى مجتمعا مشتركا تتعزز فيه ممارسات تبادل الحوار والأفكار بين أتباع الديانات. رسائل تدعو للتعايش لا الإقصاء، تبرز مفهوم الاعتدال في مواجهة التطرف، تدعو للمحبة في مواجهة الكراهية، تعزز قيم التسامح لنبذ التعصب.